لو واحده عندها خلل في الغده الدرقيه ده في حد ذاته ممكن يعمل لخبطه في الدوره الشهريه، ممكن يعمل ضعف في التبويض، ممكن يتاخر في الانجاب، ممكن يخلي السيده تحمل ويحصل سقط في اول 3 شهور. تحمل ويحصل سقط في اول 3 شهور. فحضرتك بتحليل بسيط خالص عرفنا ان عندها مشكله في الغده الدرقيه، خدت علاج بسيط خالص رخيص قوي ويحصل حمل وحملها يكمل عادي. ناس كتير حصل لهم الكلام ده. ده هرمون. هرمون الثاني هرمون اللبن مثلا، هرمون بيفرز من الفص الامامي من الغده النخاميه. هرمون اللبن. انا عندنا ناس مش الست هذه الست دي كان عندها نسبه هرمون لبن عاليه وعاليه قوي. لما تطلع نسبه هرمون لبن تزيد عن حد معين بنعمل اشعه مقطعيه او بنعمل اشعه برنين مغناطيسي على الغده النخاميه دي في المخ نشوف فيها حاجه. لا تمام. في بعض بيبقى في ورم حميد صغير قوي اصغر من الترمسات الصغيره قوي بيبقى موجود في الغده النخاميه، ساعات بيفرز نسبه هرمون دي بنسبه عاليه. فده لو اتفرز بنسبه عاليه قوي بيعمل ضعف شديد جدا في التبويض، بيأثر على بطن الرحم بتاعتها، حتى لو حصل اغسال مبايضه هتنزل تبات في بطن الرحم ما تعرفش تبات يحصل سقط. وعندنا واحده كانت بالشكل كان عندها المشكله دي. تمام. عالجنا المشكله دي بادويه، حصل حمل مره واثنين وثلاثه والعلاج بتاعتها اكتملت وما فيش مشكله من غير حقن مجهري عادي. حلو قوي. معاها حاجه ازاي؟ تمام. في بعض السيدات عندها خلل في الغده اللي فوق الكلى زي ما قلنا، بيفرز هرمون الذكوره، بيخلي نسبه هرمون الذكوره عالي شويه. طب هرمون الذكوره بيعمل ايه؟ واحد بيقصع طن الرحم، اتنين بيشيخ البويضه بتاعتها، بيخليها شيخه قبل اوانها، وبالتالي حتى لو خصبت ما يحصلش منها حمل، ولو حصل حمل ممكن يحصل منها اجهاض. فاذا كل هرمون من دول له سبب من الاسباب. في بعض السيدات عندها ضعف شديد في الغده النخاميه كلها، فالست ما بيجيلهاش دوره خالص عشان فيش في استثمار هرمونات، لكن المبيض بتاعها كويس قوي، فلما تاخد ممكن تاخد ادويه معينه تخرج بويضات واسعه عندها حمل من غير ما نلجا حتى للحقن المجهري. يعني الغدد اساسها والهرمونات. طبعا الفكره كلها انا هشبهها لك بقى، اعتبر البويضه كالثمره بتاعت الشجره، لو الثمره كويسه يبقى الشجره كلها كويسه، لو الثمره وحشه او فيها مشكله يبقى السكه كلها مش كويسه.